وبالأشواق ناتيكم فأغلى وردنا أنتم وكل الورد نهديكم. علوم الناس أجناد كما قد قال هاديكم، فإن ألفت فقد عرفت شمائل قد بدت فيكم. قلوب الناس أجناد كما قد قال هاديكم، فإن ألفت فقد عرفت شمائل قد بدت فيكم. أحييكم أحييكم وبالأشواق ناتيكم، فأغلى وردنا أنتم وكل الورد نهديكم. لك والملك لا شريك لك لبيك. ملا احنا توا بعد ما وصلوا المعتمرين بعد رحلة طويلة شوية من المدينة المنورة، بعد ما طلعوا في فندق سويس اوتيل المقام وارتاحوا في الغرف نتاعهم وخذوا راحتهم والكل، توا هما مستعدين باش يتوجهوا مباشرة باش يقوموا بالمناسك العمرة نتاعهم في الكعبة الشريفة. نحن توا باش ندخلوا باش نعملوا العمرة نتاعنا، لأنه برشا ممكن يسمعوني، أنا نحب الناس الكل تسمعني. كيفاش باش يسمعوني؟ إذا كان ما نلتقوش بعضنا الناس الكل ويتبركوا لآخر واحد ماشي كيلومتر ولآخر من هذيك، برشا ما يسمعوني. هذيك تتسمى سيكوريتي. لا بيان في ويعطيهم الصح، يحطوا صف رجال على اليمين صف رجال على اليسار، صف رجال من تالي وصف رجال من قدام، والنساء الكل في الوسط. أريزا وأنا مطلع حتى نبدأ كومبلي ولباس والحمد لله، ومشيت الأمور على أحسن ما وراهم. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أنا أول مرة نعتمر جيت معايا خالتي 68 سنة، دخلنا ديركتمون للحرم. عندنا كان بالحجر الأسود باش نقولوا بسم الله والله أكبر ونغزروا على يسارنا. شفتوا الضوء الأخضر هذاك؟ كي نوصلوا لغاديكا ندوروا على اليسار تنلقاو الحجر الاسود، شنزلوا يدينا نقولوا بسم الله والله اكبر. اللهم زد بيتك تشريفا، اللهم زد بيتك تشريفا وتعظيما وتعظيما ومهابة ومهابة ورفعة ورفعة وبهاء وبهاء. سيكوريتي الحمد لله ما ضعناش بالكل، كنا مع بعضنا والدعاء ما شاء الله عنا المطوف معناه بالقداب القدام، الناس الكل تعاود بعده، ما لقيناش حتى صعوبة، ورغم ذلك بقعة الطواف معبية ما شاء الله. دي تكنسيان يعرفوا شو يعملوا، الرجل يتلها يمين ويتلها يسار، ومام طوام معناها هو المرافق معناها احنا باش نعاود وراه يتكلم واحنا نعاود وراه ويتلها بالناس مام طوام، ما هوش وحده وما فهمش كون معاه. تخيلت حاجة كبيرة ما تنجمش تصور اللي تخيلته، كانوا باب الجنة تحل قدامي، حاجة ياسر تأثرت ياسر ياسر معناها باللي كنت باش نستخايل روحي باش نشوف الكعبة نور نور نور، المكان كامل نور، هو المكان اللي وين الكعبة كامل نور، معناها تحس في إحساس غريب غريب جدا. ذكرت ياسر حوايج، ذكرت يوم القيامة، ذكرت هكا راجلي وصغاري وأهلي وأحبابي وأصدقائي وكلهم كانوا ما كديرين بي وبحذية والدي وخالي والمرحومين والكل كلها كعب، تخيلتم الكلهم بحذية كانوا يوم القيامة، كان حاجة كبيرة ما نجمش نوصفها لك معناها. رفع الأكف إلى السماء كأنما يوم الحساب أتى وكان لقاه، ورؤوسهم نحو العلا مشدودة، وعيونهم ترنو إلى علياه. من بعد ما نعملوا الطواف متاعنا نقولوا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم نتعداو نصليوا ركعتي الطواف، ومن بعد نهزهم يشربوا من ماء زمزم، ثم ننتقلوا بعد ذلك إلى جبل الصفاء باش نبداو نكملوا الركن الثالث اللي هو الصفاء والمروة. كاو ما يمشي على قد الناس اللي موجودين على قد المشي نتاعهم، ما فماش واحد، فما شوية هرول اللي نجم يهرول في الأماكن اللي لازم فيها ترويل،
اللي ما نجمش يهرول ماهوش فماش نيسيستي معناتها باش يهرول ينجم يمشي على قد لا يكلف الله نفسا الا وسعها. محضره كتاب نتاع دعاء بكل اللي في قلبي ونحاول نقرا منه كتاب الدعاء زوجي والاحفادي والعائلتي والاحبابي واللي ميتين والوالدي والامي والخالي المتوفي والبرشا برشا اخوالي والجدودي والكل والصغاري أجسامهم مخضلة بدموعهم والكل يبكي يبتغي رحماه في نفرة نزل الحجيج إلى منى كيما يجب ذنوبه وخطاه. بعد ما نكملوا الركن كما قلنا الثالث اللي هو السعي بين الصفا والمروة عندنا الواجب اللي هو الحلق أو القصر. نهزهم الكل مع بعضنا بالنسبة للرجال النساء طبعا يقصوا شعراتهم في الغرف متاعهم نفهموهم هذايا ويكونوا على دراية ولا علم. نهزوا الرجال الكل كيف كيف للحلاقة عن الحلاقة تحت الفندق متاعنا الكل يحلقوا بعد نروحوا بهم مجموعة كاملة ونكملوا الحمد لله العمرة تروح الناس كل فرحين. أنا متوفى لكن معايا زاد مرافقين الإخوة اللي هم قايمين بالإحاطة يبدأوا يرحمونا على ودينا والله العظيم نبدأوا فرحين ما شاء الله. التعب متاعنا ننساوا ما عادش نحسوا بالتعب لأنه يعني نحن كي نشوفوا الوجوه يعني فرحة ما عادش التعب متاعك تنساه وبل بالعكس هم باش يقولوا لنا بعد نهارين نحبوا نعاودوا عمرة نقول لهم الله يبارك ونعاودوا بهم العمرة وكيف كيف فرحانين وهذا اللي خلانا الحمد لله ديما الامور الروحانيه تتجدد عنا. التعب ما نحسوش به لانه استانسنا بكل صدق مادام انت تضحك وفرح وما نخليكش تتغشش وما يروح حتى معتمر متغشش وهذا الحمد لله الشيء اللي خدمناه لقيناه وربي يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال. بملابس الاحرام جاءوا كلهم ودعاء لبيك يا الله ففقيرهم وغنيهم وذليلهم وعزيزهم لا يسألون سواه وقد استوى بأميرهم محكومهم فجميعهم لا يرتجي إلا هو رفعوا الأكف إلى السماء كأنما يوم الحساب أتى وكان لقاه ورؤوسهم نحو العلا مشدودة وعيونهم ترنو إلى علياه أحييكم وبالأشواق ناتيكم فأغلى وردنا أنتم وكل الورد نهديكم علوم الناس أجناد كما قد قال هاديكم فإن ألفت فقد عرفت شمائل قد بدت فيكم قلوب الناس أجناد كما قد قال هاديكم فإن ألفت فقد عرفت شمائل قد بدت فيكم أحييكم أحييكم وبالأشواق ناتيكم فأغلى وردنا أنتم وكل الورد